براون ستيك عاديه، وهنزوقها بطريقه تعجب الاطفال تبقى في ستيك. حلو قوي الكلام ده، يلا ابدأي. شوفي انت عايزه تبدأي بايه وابدأي اعملي المكونات. تمام اوكي. اساعدك. محتاجين بوله. ميرسي ربنا يخليك. محتاجين بوله. هنجيب لكل الناس اللي عندها اطفال خصوصا اللي دخلوا، طبعا احنا دلوقتي بقى على دخول المدارس، عاملين ثلاث حاجات كده حلوين جدا فيهم الشوكولاته، وهتبقى طبعا صحيه لان هي معموله في البيت. بالظبط. وهم الاطفال بيحبوا جدا الكاندي، مش بيرضوا ياكلوا، فاحنا لو عملنا لهم حاجه في البيت احنا عاملينها بنفسنا اكيد هيحبوها جدا وهنبقى ضامنينها. حلو قوي. وشكلها حلو. طب قولي لنا انت قولي لنا المكونات ايه يا ريهام. اوكي احنا معانا وانت بتعملي 100 جرام شوكولاته. اوكي 100 جرام زبده. اوكي نخلطهم مع بعض. ها تحبي اخلط وانت تحطي معايا؟ تمام يا ريت. يلا بينا. اوكي اوكي هنحط عليهم بيضتين. اوكي كاملين. كاملين. ها فانيليا. ها هنحط كوباية سكر. كوباية سكر. ها وهنحط معلقتين كاكاو. معلقتين كاكاو. كاكاو خام دارك. اوكي احنا الوصفه ظاهره عندنا على الشاشه براونيز كيك. يلا محتاجين بس نخلطهم شويه الاول قبل ما نحط الدقيق. قبل ما نحط الدقيق. طب نقول تاني، انت حطيتي 100 جرام شوكولاته. اوكي قولي للناس 100 جرام شوكولاته. 100 جرام شوكولاته. 100 جرام زبده. ها بنسيحهم مع بعض. ننزل عليهم بعد كده بيضتين فانيليا، كوبايه سكر، معلقتين كاكاو خام، اقلبهم كويس يختلطوا، ننزل عليهم كوبايه دقيق. بعد كده ممكن نحط. بتهيألي انا كده عامل الصح. تمام جدا. تسلم ايدك. تمام بقى نوقف. ممكن بقى بالسباتيولا عشان دي هتبقى صعبه كده. شويه بدي. تمام. هنحط عليهم كوبايه دقيق، ويفضل نحط مكسرات عشان نعلي القيمه الغذائيه. لو مش عايزين خلاص مش مشكله، اي نوع مكسرات. اساعدك شويه. ماشي زي ما انت عايزه. وانت بتساعديني قولي لي، انا ما جيت علشان خاطر تشرفينا لقيت صفحه الفيسبوك ما فهمتش هي اسمها تولا تيمو. تولا تيمو دي بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالانجلش. طب وايه بقى تولا تيمو؟ تولا تيمو تولاي بنتي الكبيره. اوكي وهي صاحبه الفكره بتاعت البيج بتاعتي اصلا. اوكي وتايم أوكي. ابني صغير سنتين. ربنا يحميهم يا رب. ميرسي ربنا يخليك. وليه بقى هي صاحبه الفكره؟ علشان هي كانت هي زي اي طفله بتحب الكانزي جدا جدا، يعني بتحب الحاجات الحلوه كده جدا. وكنت انا بحب اعمل لها الحاجات اللي تلفت نظرها شكلا علشان تاكلها. بالظبط. فيبقى فيها قيمه غذائيه وفي نفس الوقت عجبتها. بقيت عجبتها الفكره جدا، بقت طول الوقت تقول لي ماما اعملي برنامج، ماما اطلعي في التلفزيون، اعملي لاصحابي في المدرسه. اسمها ايه؟ تولاي. تولاي اهو يا تولاي اهو، احنا اللي انت عملتيه فكرتك اللي انت عملتيها اهي اهي بتتحقق مع هي مامتك حقيقي دلوقتي. ليها الفضل يعني. اهو هي دلوقتي قاعده في شارع الدهار بتقول لكل السيدات وكل البنات ازاي يعملوا حاجات لبناتهم زي ما انت قلت لها. عشان انت عشان انت تبقي مبسوطه اهو، حققت لك حلمك ان انا اتبسطينا كلنا. طب انت دلوقتي حطيتي المكسرات وحطيتي الدقيق. المكسرات هنحطها في صينيه محطوط فيها ورق زبده. اوكي هي بيبقى الخليط كده، هي مش كيك هش، هي كيك فادج شويه من جوه بيبقى مقرمش من بره. اوكي مش مشكله. هاتي هاتي. انا بكسر الدنيا. وطري شويه من جوه، تدخل فرن سخن على درجه 200. اوكي نختبرها، هي بتقعد تقريبا نص ساعه، نختبرها ما نخليهاش مستويه قوي زي الكيك العادي. أوكي. لا هي بتبقى قطره شويه يعني. بس سهله قوي يا ريهام دي، سهله جدا جدا، ما بتاخدش اي حاجه في نص ساعه تكون خلصانه. بنطلع السكينه كده طريه سنه من جوه، يعني ما تبقاش مستويه قوي، مش نظيفه يعني. خالص. هي البراونز بتبقى كده عشان تفضل طريه من جوه. دي بس هنفردها. هتفرديها وبعد كده انت قلتي ان انت هتحطيها ساعة نص ساعة. نص ساعة. حلوة قوي. بالظبط. هتطلع كده. هتطلع بالشكل ده. هاتيها هنا بعد اذنك يا ريهام. اوكي بس هي لسه هتتذوق. ولسه هتتذوق. طب اهي تعالي بقى كملي تزويق. هتطلع طيب. بالشكل ده. هتطلع بالشكل ده. انت هتحطي ممكن نخليها كده. اوكي. حط عليها كسرات. مثلا عين جمل. لن اسمح باي حد ياكل الاكل ده بعد الفقره عشان تبقى الامور واضحه. انا هبي الطبق على طول. لن اسمح. وبعد كده بتحطي بقى الشوكليت صوص عليها. صوص. بالظبط. ممكن نحط ايس كريم. أوكي. حلو قوي. طبعا هيبقى حلو قوي. يلا بقى ما تكسفينيش. هاتي هاتي انزلي بقى. هاتي كملي انت شوفي هتعملي ايه. نحط الايس كريم مع الثاني عقبال ما صعبه شويه ولا لا؟ لا مش مشكله. حطي الايس كريم بس سيبي. دي فكرة تانية بتبقى
تحفه مع الايس كريم، حلو جدا طبعا. سواء الايس كريم انا اصلا بحب البراونيز قوي. تعالي شويه اهو. ايوه بالظبط. ايه رايك؟ تمام. هعمل بقى زي ما الريستورانات بره بتعمل. ها ايه تاني؟ تمام كده. بس هو الايس كريم ايه سايح شويه، مش مشكله. شويتين جمل. ها بس كده. تمام كفايه. بسيطه جدا جدا يحبوها جدا. دي كده هياكلوها في البيت. طب لو عايزين ياخدوها معاهم المدرسه، لو عايزين تاخدوا معاكم نفس الفكره دي المدرسه، عملتي ايه؟ جبنا البراون زي ما هو، حطيناه في ستيك خشب. ها تتباع في اي محلات مستلزمات حلويات. اوكي تمام. انا بس بنفكر الناس ان هي بتتحط في الفرن نص ساعه على درجه 200. 200 مظبوط. اه نجيب كده، اطلع بس طبق نحط عليه. بتجيبي ده اهي، بتبقى بالمنظر ده علشان خاطر يبقوا حابين ياكلوها وتبقى عامله زي الايس كريم يعني. بالظبط كده. هنغطيها بالشوكليت. انا مبسوط قوي والله، مبسوط قوي. انا مبسوطه والله ان الحاجه عاجبه حضرتك جدا. يا سلام، وهي بس مش هتقف على اعجاب. تحفه. بالهنا والشفا. ميرسي. انسي يا رباب. بتقول لي سيب لي القطعه معاك، بقول لها انسي. لا يا رباب، اعمل لك مخصوص بقى. يا سلام خطيره. انت بقى هنا بتعمليها في الشوكليت لوحدها؟ بغطيها بالشوكليت كلها. انا عجبني جدا الفكره ريهم، حلوه وسهله جدا، والاطفال بيفرحوا جدا بالحاجات دي. وممكن على فكره تمام؟ اه ممكن حاجات بقى صغيره تزويق جداً. بقى اللي هي بقى ايه، وعايز اقول لكم على حاجه الاطفال جدا دي، وعايز اقول لكم على حاجه، هي احسن بكتير جدا جدا من وجهه نظري من الحاجات اللي ممكن تتجاب من بره، لان هي احنا ضامنين النظافه، السعر اكيد هيبقى احسن بكتير، وفي نفس الوقت بيبقى فيها مكونات غذائيه احنا اللي بنزودها، زي الشوفان، زي المكسرات، حاجات كده. فبنفس نقدر نحط كل اللي احنا عايزينه، ونقدر نحط مع الخليط ده. تقدر براوني دي تتعمل بشوكولاته بيضة للاطفال اللي بيحبوا الشوكولاته البيضة. والله خلاص. ممكن بالقهوه تبقى حلوه جدا للناس الكبار يعني اللي بيحبوا القهوه دي بقى. الكبار بقى اه زي بقى كده. طيب وهتعملي لنا ايه تاني بقى؟ هنعمل شوكليت بالشوفان، سهله جدا برضو، خطيره بقى، كلها حاجات صحيه. متكونه من ايه؟ اكيد الشوفان. شوفان. شوكولاته. وفاكهه مجففه. مكسرات. احنا بقينا 3 دقايق، فارجوكي انا مش هسمح انك انت ما تعمليش الوصفه الثانيه. هي طلعت كده. طبعا احنا عارفين ده لمين. ها؟ احنا عارفين ده لمين، وده بقى ميزه ان الواحد يقدم برنامج فيه طبخ. اهو. اهو. كده. شوكولاته الشوفان بقى. لا انت اعملي اللي انت عايزاه، انا هكمل. ده الشكل بالظبط اللي هو بيتعمل للاطفال. وانا متاكد ان هم لو دخلوا اخدوهم معاهم في المدرسه طبعا هتتاكل ومش هيرجعوا بيها، ومضمونه. ويا جماعه اهم حاجه ان هي مضمونه، ان هي بتتعمل وما اخدتش مننا ايه، ما اخدتش مننا 10 دقائق.